وشكرا بزاف على التفاعل نتاع الفيديو اللي تبعوا للرهيب اخو سعد. الله يلا يتشال سميتها بزاف، الله يتشال بزاف. الله يلا خدعتونا بج متخيلين خدعتونا بالجد. عشنا يا 500 لايك في فيديو قبل من 24 ساعة. اليوتيوبر يا كبار صاحبي الله عندهم العظيم 100 ولاد، الف وما كتلقاش عندهم 500. ماشي تسمعوا يوتيوبر كبار في ضوفيس في مجال ضوفيس في مجي. من بعد الفيديو ديال البارح اللي شتو كنا نبو 100 وخلينا 125، دابا طلعنا ل 100 147. 147 149 السلام عليكم العشرين الإخوة الأعزاء المحترمين. فيديو جديد في سيرفر أغريد اليوم الثاني، بعد معنا الأخ البرزخ، نقدم لكم الأخ البرزخ. السلام عليكم. و با إلياس. السلام عليكم. با إلياس هو العشير اللي كسبنا البارح، دربينا بعد ما دار سوبات عميق. عدنا لكم من جديد. المهم من بعد الفيديو ديال البارح اللي شتو كنا نبو 100 وخلينا 125، دابا طلعنا ل 100 147 147 149. المهم باش اكسبينا في كوريوندر مع با الياس، وغادي نقول لكم التكنيك اللي غنديرو زعما باش تحط راسنا فهمتي، باش تعرفوا كيفاش غادي يلقى تجي. المهم الدري كيدير كوريوندر في ارين و تنجيو حنا مع دو بلاص وكي انفيتي. المهم باش نرد فلوس الكابتشر باش ما نضيعش فهمتي، غاني اكسبيو لي دوكرا حتى نطلعوهم، و هما باش غاني اكسبيو التيم الاخرى ان شاء الله، غاني اكسبيو في لي زون حيت ديك التيم اللي غتن اكسبيو عليه عندنا فيها الغرض هي باش غنديرو لي سيكسي و لي كرام ديوريني باش نكسبيو بيهم. كيما كتشوفو هو هنا 149 في 147، وغنديرو لي كيت، غنبداو بلي كيت الوابط ان شاء الله الا غتكون في الفيديو الماجي غنحاولو نبداو اكارناب واستريب مورا بوندالون، انت غادي تلكاوط وحنا غادي باش تا اللي ما دايرهاش يشوف معنا فهمتي، واخا ديك لي كيت شويه مريض. المهم استريب المهم كاع لي دوفيس، اي دوفيس بغيتي ديرها خصك دير واحد سوكسي، وباش ديرو خصك تبدا من انكارناب وتدير لي كيت استريب شي وحدين في بوندالا، عاد كتبدا تقدر تلونسي لي كيت كاوت داكشي الاخر امغود فهمتي، يعني ضروري خصنا نديرو توك لي سيكس حتى اللي ما ديرهمش غيمشي معانا في هاد السيري هادي ان شاء الله. وشكرا بزاف لواحد الاخ قبيل عطانا شي بركة الكاما 500 ألف، و عطانا هاد لي تخوا دوفيس دوكوكو جوجو هاد دوفيس هادي، شكرا بزاف. وشكرا بزاف على التفاعل نتاع الفيديو اللي تبعوا للرهيب اخو سعد. الله يلا بزاف، الله يلا بزاف، الله يلا خدعتونا بالجد. عشنا يا 500 لايك في فيديو قبل من 24 ساعة، راه اليوتيوبر كبار صاحبي عندهم 100 ألف وما كتلقاش عندهم 500. ماشي تسمعوا يوتيوبر كبار في ضوفيس في مجال ضوفيس فهمتي، تلقى قليل اللي كيضرب مثلا 500 فهمتي. والله الا جي جات الدراري العز هادشي اللي خلينا نديرو حتى حنا هاد الفيديو فهمتي، ديك 500 اللي خلاتنا نديرو هاد الفيديو هاد واخا ما فيه والو. المهم وريناكم واش كنديرو، وهنا فين غادي نكسبي وغنطلعو دغيا ان شاء الله. شحال جيدنا شحال طلقت ابو الياس حتى اللي في الليل اللي خبير في 199 في الليل 199 ان شاء الله، ويلي جيبوها زعما هاد الليله تجيبها ان شاء الله ناري، عشان لابس نهار 199 البرسخ في يومين راه الاربعاء نهار الثاني 199. واحد القضية أخرى خو سعد كنت باغي نهضر عليها هي دوك لي كومونتير الإخوان الله يرحم والدي، راه ضرتني يدي وأنا هابط بزاف أصاحبي تبارك الله. الله يهدي الله يهدي شي تفرح الإخوان بالشيء. واحد وليني اللي سالم عليا هو واحد العشير وما تقاداش قدرتي ليه بي قدرتي ليه بي ولقيت شي 20 ألف مرة و تندير ليه لايك في كل مرة، واحد اللحظة هو يضرني سمعي ولا الحبس هذاك انت هذاك عاصي للشهر على الطركاشة
اي على الطلقه اي صافي درنا درتي ليه قالك باق. اي قالك درتي ليه باق. واه صاحبي ضري ضري صبحي كان هبط حتى لقاه تنقول صافي هو تقعد عاود هما بداو لي كومونتير جداد شويه تنعاود تلقى عاود على اني عاوتي والله الا عييت صاحبي بلي كومونتير وانا قلت بلاتي شويه ونرجع ونقرا شي الاخر تبارك الله عاوتي واخا ما كنت تعرف زعما يكون لي كومونتير بزاف ولا ما صحابيش هذيك الدرجه تخلعت انا والله طلبنا منكم 200 جي مع الدراري وصلتوا على 500 راه الله يهدي العز وقال لو وصلنا لا طلبنا 500 غنوصلوا 1000 والله لا طلبنا داك الشيء بالتريب لا الدراري والله يهدي جي جي العز واخا قرب شو على سميتو ساقز ساقز المهم الكاما بعدا باش تعرفوا كانت عندنا 22 ام عطشنا الفقيه 2 ام قال لك بيجي بيجي باش يدعي معانا باش يدعي لا بيجي لي زوف خونو في هذا السيرفر فهمتي بيبقى تيدير لهم لي زوف خونو عرفتوا الفقيه كيدير قال لك بيبدا ب 2 ام ويرطا اكثر من 100 ام نشوفوا هاد الهضره ديالو المهم بقينا تنتقابحوا عطشنا 2 ام وشرينا لي زيدو شري هما لي زيدو هما باش درنا هما باش اكسبينا في كيمبو زون كيمبو فيها شويه المعارض الوقيت تاعو مع ايكيبيانش فهمتي تبنا باش نديرو كومبو على 5 ام دابا تنكسبي وافل باقي عندك السكرين ياك باقي السكرين ها هي هي غتشوفوها دابا نيت فرانس كديرها فيها الشار لا 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 فينا راسو ولكن غتبقى غتبقى اخر كاسكار ونقتلوها بال شوف خصنا لي زانفوك باش ما تشونجيناش كاسكارغو مع شي واحد فينا باش نانفوكي تو نسيت ما درت هذاك اللعيبه اللي تتانفوك كونكيت ما يا دبي شي شحال تليك لي فخو المعلم ناري وجبنا هاد الشال راه السلامة نايس عندي بريماد ولا ما عنديش شتي هذاك الحمار جا في الكليف طم شتي هذاك اللي جا في الكليف شتو نايس نايس شجاع انت بقى تهز وقطر هذاك الشي اللي كاين هذا هنا ايوا اخويا مقدرش حطو الفوق حطو الفوق جيب الاخر حطو فهاديك لتحت هادي اللي ما فهمتش علاش ما تزرش ما تزرش انت بتزر لينا هذاك تفو بتزر لينا هادي مشاكل ثاني يعني يا مشات ها شي دابا هذيك هز هذيك اللي قدامك ها حط معانا ولا شي بلا شي حطها يحدك يحدك كيف اجينا حطها تجي فين كانت دابا فين ما ماتش هنا صافي نايس تبقى لنا وحده دابا ما عرفتش هذه اللي هذه اللي غتبنى المشكل هاد لا راه تتروكسيك بنت لعبت ما ماتش صافي مزيان ما تنساش صافي نايس دابا خصنا نبداو ناري لكم با عرفتي اللي ربحنا راه يلا شوف ازين ازين نبدا تروكس ما عنديش نقدرش نجي لكم عندك اكسل صافي بدا تروكس ضرب فو ضرب فو ضرب فو كوم هيك الكوم بزاف كاع 5 ام يا سلام العب 124 25 دقيقة اخويا سعد 25 دقيقة كنا جروب خيالي اش تجيري بحال هاد الجروب تاع هادو شوف يا صاحبي شحال فيها الكام بين كازا وسطاطا العزاو شتي كنضرب بينا ثلاثة من هادوك اللعيبات درنا واحد الكومبوتي فول صاصا كلينا معاهم الطراب باش نسبع ثلاثة ودي سات بي ا 3 بي ام الحماقة اصاحبي وكاكو زيرين ماشي اكس بي فكور احسن من اي زون دابا كاع 5 دقائق 6 دقائق الكابشير بدو شار فهمتي يا تد اكس بي مزيان مازال ما طلعتش مازال تاع دير سكور
دير سكور زين اجي انت 359 راه اسعد، احنا وصلنا 150 قتلنا قتلنا الربع قتلنا الربع. دابا جروب طايح بزاف في الليفل حيت هذاك خونا فهمتي اي يطلع ليفل 70 ولا 60 بحال هكا صافي راه غادي. دابا بحال دابا هو دابا انت تيخلصوك اربعه يعني ما ضايعين ما بعدا ما مزيعينكش الحمد لله. لا لا دابا ما ضيعش، دابا حاليا ما ضيعش بالعكس راه بيس غادي يولاب. راه يا دابا مع سلام كان كابتشيري دابا كون كنت كنشري لي كابتشير فهمتي كنضيع. دابا الله ضربهم في كنمشي الطونجون كنكابتشيري لي مزيان. طونجون. المهم ان شاء الله غادي كما قلنا لكم غيطلعوا هاد الكره وغن نيكيبيوهم وغنبداو نضربو في لي سيكسين فهمتي، نحاول نكسبيو ديك التيم الاخرى هي 150 هذا هو لوبجيكتيف باش نطلعو على نضربو بها لي دونجون عاد بينا حنا ديك الساعة عاد غيبداو لي دونجون وحلاوة اللعب فهمتي. هادشي اللي كاين دابا حنايا في طور طور الانجاز يلاه كنطلعو راسنا براسنا 150 في يومين راه عاودتي اخويا سعد والله الا كنت تنقول النهار الثاني غنكونو 50. المهم بوسيبل الفيديو تغدا كما قلت لكم غنديرو فيه كاوت ان شاء الله غيكون على الكاوت تكون داكشي غير اكسيليري يكون متقطع وهذا ما غنبقاوش نديرو داكشي بالتفاصيل ولكن اي زون انكارنا متشدي تشد لي سوكسي عاوتاني استري نديرو شي فيديو يكون زوون يكون خفيف دغيا فيه شويه المونتاج حتى تشد الكاوت ان شاء الله. هادشي اللي كاين حيت ضروري بينا نديرو الكاوت عاد باش ندوزو للامغود والاخرين هادوك تا هما راه ضروري يكون يكون هذيك الساعه اللي كرا طالعين باش نديرو بهم لي دونجون ساهلين ايزي بيجينا داكشي ساهل اخرين واخا يبقاو صاصا هاني. وهادشي اللي كاين في هاد الفيديو كما شفتونا حنا شفتو فين وصلنا وكيفاش غاديين واش غنديرو المهم كلشي غيتحط في الباج ان شاء الله. وشكرا للدراري اللي سيبورطاونا والله الا شكرا بزاف دوك لي كومونتير قريناهم كاملين كومونتير بكومونتير على التفاعل والله الا قريتهم كاملين بالله اخو سعد العزة الدراري شكرا بزاف ونشوفكم في فيديو اخر ان شاء الله. بيس بيس.